لم يعد الإعلام العبري قادرا على إخفاء ما يجري في غزة، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وفاة أحد جنود الجيش الإسرائيلي متأثرا بفطريات خطرة في قطاع غزة. وحسب ما نقلت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، فقد أصيب الجندي بجروح في أطرافه ثبت أنها فطريات مقاومة للعلاج مما أدى لوفاته. ووفقا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، فقد تسببت الفطريات في إصابة 10 جنود إسرائيليين حتى الآن، وقد فشلت جميع محاولات علاجهم بالأدوية المعتادة. وأجرت صحيفة جيروز أليمبوست الإسرائيلية تحقيقا مع أطباء إسرائيليين يشرفون على علاج المرضى، قالوا إن سبب انتشار المرض هو مزيج من الطعام الفاسد الذي جرى التبرع به للجنود وانعدام النظافة، حيث تشير تقارير إلى أن الجزء الأكبر من الطعام الذي يتناوله الجنود يأتي من التبرعات الغذائية، ما يثير تساؤلات بشأن جودة الإمدادات العسكرية لقوات الاحتلال. وفي تحقيق آخر، أن مصدر الفطريات يعتقد أنه من التربة الأرضية الملوثة بمخلفات الصرف الصحي، ثم تنتقل العدوى بعد ذلك من خلال الجروح التي أصيب بها الجنود الذين يقاتلون في غزة، والتي لا يمكن إبقاؤها معقمة بسبب الظروف المتوترة على الأرض. لكن التقارير الداخلية في المستشفيات والإعلام العبري أكدت أنه منذ اندلاع الحرب البرية على قطاع غزة، ارتفع عدد حالات الإصابة بالأمراض المعوية والتسمم الغذائي بين جنود الاحتلال الإسرائيلي، إذ تلقى أكثر من 2000 جندي إسعافات طبية منذ بداية الحرب. وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد واجه جيش الاحتلال ارتفاعا غير مسبوق في عدد المرضى من جنوده المتوغلين في قطاع غزة. ويرجح الأطباء في ظل انعدام النظافة تفشي بكتيريا الشيغيليا التي تسبب مرض الزحار بين صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقد لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت في الساعات الأخيرة عدة هاشتاغات كان أشهرها: الأرض في غزة تقاوم مع أهلها.